السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة تقسيم تعقيد. مفاجأة مهمة جدا 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 في الصيف، كورس محادثة مجاني على الإطلاق. طيب تفاصيل ازاي؟ أولا أنا هسيب لك لينك تحت في الوصف، لينك جروب واتس اسمه كونفرسيشن كيدز، محادثة الأطفال. طب هنعمل في إيه يا مستر؟ ده الطفل بعد ما يسمع الفيديو ده هنا بإذن الله هيروح يعمل يصور فيديو محادثه شفوي ويبعته لي هناك على الواتس عشان اصححه واشوف الاخطاء اللي فيه. طب هنعمل ايه في الكورس ده؟ ده منهج دولي وهنمشي واحده واحده. يونت 1 بتقول لي هاو وي فيل، نشعر بايه ان تاون. يونت 2 في المدينه، هناخد الحاجات اللي في المدينه، ثينجز تو ايت، الحاجات اللي احنا بناكلها. الوحده الثالثه ثينجز تو وير، الحاجات اللي احنا بنلبسها اللي هي ملابس. ده كورس المحادثه يا جماعه اللي الدنيا كلها بتاخده دولي. طيب يونت 5 ثينجز تو دو، الحاجات اللي بنعملها. يونت 6 هوم، البيت. يونت 7 ماي داي، يومي بيمشي ازاي. يونت 8 ماي ويك. تمام، ده المستوى الثاني. خد بالك انا حبيت ابدا من المستوى الثاني، المستوى الاول ضعيف جدا جدا جدا. اللي يدخل الجروب ده مين؟ الطفل اللي هو مخلص فونكس او لسه او بيعرف يقرا كويس جدا، يعني جريد 1 جريد 2 جريد 3 4 وهو ماشي. هيشوف الفيديو هنا وبعد ما يشوفه هيعمله باراجراف عنده في الكراسه ويتدرب مع ماما، وبعد كده في الاخر يصور نفس فيديو ويبعته على جروب الواتس اللي انا هسيب اللينك تحت. تمام، تعال نشوف اول فيديو. طيب لو عندي طفل كي جي 1 وكي جي 2 ان شاء الله هيكون في جروب لكي جي 1 وكي جي 2 باذن الله، هنبدا فيه هيتعمل برده مش عادة. يعني ده هيفضل طول الصيف نشتغل في المحادثه دي. هتدخل المدرسه ابنك هيكون ممتاز جدا 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 باذن الله. طبعا انا النهارده هتكلم عربي، الحصه الاولى هتكلم عربي وانجلش، الحصه الثانيه هتلاقي العربي بيقل، الحصه الثالثه الرابعه الخامسه لعند المحادثه ما تتطور للاخر، وانت هتكون هتحس بده في الاول، هتقول اه انا محتاج عربي، بعد كده غصب يعني بعد كده بدون وعي عندك هتلاقي نفسك محتاج تسمع انجلش بس. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنشوف المحادثه الاولى اربع افراد، نشوف بيحبوا ايه وبياكلوا ايه وعنده كام اخ وكام اخت وسنه كام، وانت هتعمل زي الفيديو ده بالظبط. بيقول لي listen read and say. number 1 my name is Danny، الولد ده اسمه داني مع البيتزا. I'm 8، انا 8 سنين. I have a sister، انا عندي اخت. I like green، انا بحب الاخضر. I like pizza، انا بحب البيتزا. I don't like green pizza، ما بحبش البيتزا الخضراء. طيب نمبر 2 I'm ايما، انا اسمي ايما. I'm 8، عندي 8 سنين. I have brother and sister، a sister، انا عندي اخ واخت. This is my backpack، my backpack يعني شنطة الظهر. I like my backpack، أنا بحب شنطة الظهر بتاعتي. كويس جدا يا إيمان. Number 3 my name is Julie، أنا اسمي جولي. I'm 9، أنا 9. I have two brothers، أنا عندي أخين. I can play soccer، أنا بحب لعب، أنا أستطيع لعب كرة القدم. I like soccer، أنا بحب الإيه؟ كرة القدم. كلمة soccer معناها كرة القدم بالأمريكي، لكن بالبريطاني اسمها فوتبول. Number 4 الولد ده اسمه إيه؟ اسمه I'm Mike، أنا اسمي مايك. I'm 9، أنا 9 سنين. I have a brother، أنا عندي أخ. I have a bike، أنا عندي دراجة. I like my bike، أنا بحب دراجتي. It's fast، إنها سريعة. طيب أول حاجة هتعملها، أنت ملاحظ إيه؟ استخدمنا هنا verb to be am، واستخدمنا أرقام، واستخدمنا فونكس، وقلنا إزاي نقول I have. I have يعني أنا عندي، أنا أمتلك، أي لدي، وعرفنا ألوان زي green، عرفت أنا أقول I like pizza، أنا بحب البيتزا. I don't like كذا، انا بحب كذا وما بحبش كذا. ده كله في المحادثه الاجانب بيعملوا كده، بيدرسوا الفونكس وبيدرسوا الجرامر وبيدرسوا الفوكابلرز المفردات من خلال المحادثه. فانت هتقرا ده كويس، الفيديو ده هتشوفه كويس جدا جدا جدا، وتختار من الاربع اولاد دول. ليه؟ لان بعد هو ما يشرح لك المنهج الدولي بيقول لك بص كده، بص تحت كده، وات اباوت يو توك وذ يور كلاس ميتس. تمام، بيقول لي ماذا عنك انت؟ انت عندك كام سنه واسمك ايه وعندك كام اخ وعندك كام اخت وده كله. تمام؟ وعندك لازم نتكلم عن ايه؟ ده كله. انت هتشوف الفيديو ده كويس وترجع بعد كده هتلخص لنفسك، هتقول مثلا اسمك احمد، عندك اخين وبنت، عندك بتحب اللون الايه؟ بتحب تاكل ايه؟ تاكل ايه؟ بتحبش تاكل، عندك دراجه قول، عندك لعبه قول. يبقى هتعملها كويس جدا جدا وتقول لي ماما انا هعمل واحد، تقول لك خش اوضتك او هات كراستك واكتب ده عشان اعلمك على باراجراف. خد بالك هو قال ماي نيم از داني، حط فول ستوب، خلصت. اي ام ايت، فول ستوب، خلصت. اي هاف ا سيستر، خلصت. ما تنساش تستخدم ايه قبل المفرد، وهاف يعني يمتلك او لديه. ده كله هتعلمه في المحادثه. الكورس هيفرق جدا 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 مع الطفل باذن الله تعالى. لينك الواتس تحت. هتعمل ايه؟ هتسمع الفيديو كويس، هتختار انت هتتكلم عن ايه؟ عندك كام اخ؟ عندك كام اخت؟ عندك كام سنه؟
وهكذا. بتحب ايه؟ ما بتحبش ايه؟ عندك لعب ايه؟ هتكتبه باراجراف في الكراسه. بعد ما تخلص قول يا ماما بص كده، ماما تقول لك لا انت عندك غلطه هنا، حط ايه قبل دي، حط ان قبل دي. صححته، ماما مش عندها امكانيه تصحح ده، فانت هتبعته بايه؟ هتقوله بالاخطاء اللي فيه وانا هصححه لك في جروب الواتس. رجاء رجاء رجاء، انا لسه هعمل جروب للكي جي 1 وكي جي 2، لان ده هيبقى تقيل على كي جي 1 وكي جي 2 الا لو كان متاسس كويس جدا جدا. بلاش حد يدخل في الجروبين، الجروب لو اكتمل خلاص انا هعمل جروب تاني. ابعت لي هنا، ابعت لي كومنت هنا على تحت الفيديو، يا مستر الجروب خلص، ابعت لنا اعمل لنا جروب كمان. الجروب اسمه كده كونفرسيشن كيدز، هسيب لك اللينك تحته في الوصف. بليز محدش يخش في الجروبين، لان اللي هيخش هيتحذف نهائي وهيحرم نفسه من الحاجه العظيمه دي في الصيف دي. خلاص، عندك شاشه سمارت، شغل الفيديو الولد عليها، حاجه مجانيه جدا، هيعرف. لان الاجانب ما بيشتغلوش جرامر، انا اي ام 8 هيفضل طول عمره يقول اي ام اي ام اي ام على السم. اي هاف ا سيستر، انا عندي اخت، انا عندي عربيه، انا عندي اخت، انا عندي انا عندي انا عندي انا عندي. ده كله هنتدرب عليه باذن الله تعالى. يا ريت تقولوا لي رايكم في التعليقات ايه، لان الكورس ده مشاركه بينه وبينكم، لازم يكون في تواصل بيني وبين الولد، هيكون على جروب الايه؟ على جروب الواتس باذن الله تعالى. وده منهج مش موجود في مصر باذن الله. الحصه الفيديو الجاي ان شاء الله هناخد حصتين في الاسبوع، تمام؟ الفيديو الجاي بيتكلم عن ايه؟ اهو بيتكلم عن the days of the week، ايام الاسبوع، تمام؟ برضه هنعمل عليه محادثه وهنشتغل، هنعرف ايام الاسبوع ونطهر كويس كل حاجه. فده كنز، كورس كنز ومهم جدا جدا جدا. يا ريت نتفاعل في التعليقات وتقولوا لو في اراء عندكم، حد حابب يضيف راي ولا حاجه، في حاجه افضل من كده نطورها او نعمل لينك او حاجه احسن من كده، تمام؟ يعني مثلا نعمل جروب تليجرام افضل ولا لينك الواتس افضل وهكذا. يا ريت نلتزم ونذاكر الاول، ما نبعتش الفيديو، لازم الولد يسهر بوشه وهو بيقول محادثه. هنكسر عنده حاجز الخوف وهنخلي عنده ثقه بنفسه، فان شاء الله هيفرق جدا جدا. مستني تعليقاتكم على الحاجه الجميله دي. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. طبعا شير للناس عشان الناس كلها تستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.